ايش دا يصير؟ الباب انسدت. اوكي. جني حبيبي لا تشاقي تشاقى زين. رجعنا لكم يا شباب بمقطع جديد ولعبة جديدة. اليوم راح نجرب لعبة The Medium. اوكي يا شباب طبعا اذا شفت عليها اقبال وعليها دعم راح اسويها سلسلة بالقناة سلسلة تختيم. فاذا عجبتكم اللعبة لا تنسون لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات. وطبعا قبل ان نبدأ المقطع متجر التيشيرتات الخاص بنا على سوق اتسي يقدم لكم مجموعة من تيشيرتات العاب الفيديو مثل ما موضحة امامكم. فاذا حبيت تطلبون هذه التيشيرتات الروابط بالوصف. طبعا شحن لجميع دول العالم واسعار رخيصة. It all starts with a dead girl. كل شيء بدأ ويا فتاة ميتة. اوكي. الله. طفلة تنهزم. يا ستار. ظهرك واحد يريد يقتلها ينعل عشيرتها. الله اجى الحبيب القاتل المتسلسل. لا 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 سوالف مال افلام. اوكي كل شيء بدا ويا طفلة ميتة. Ever since I was little, I've had this dream. Okay. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. لا تحكي القصة. يقول كل بنية لا تركض بالغابة وفجأة سمعنا صوت. أو فجأة صار صوت طلق ناري. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. Yeah. Scarred the memory. But part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. Okay. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. وسمات حلوة. Say goodbye to my father. To dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. اوكي حاليا مشقتها. اتوقع الطفله الصغيره اللي طلعت بالبدايه هي هاي لان تقول كانه كل شيء صار حقيقه. الدم اللي على I just had to find his special tie clip. اوكي تقول كل شيء بين كانه حقيقه. الدم اللي على على خدودي ال اكس. اوكي ريد واي اوكي تقول كل شيء بين حقيقه. الدم اللي على خدودي
الاحساس المدري شنو ليش يعني شنو مثلا عشان تتخيل ما اعرف هسه نستكشف القصة. اوكي طبعا هذا يقول لي اكس هلا بالكيتي. Yeah. Nice to see you too. Nice to see you too. Little cat. بزونة. اوكي قبل ان نطلع هذا اتوقع الباب مال الخروج. خلينا نستكشف الغرف ونشوف شكو ماكو. ممكن تعطينا معلومات. اكس. ما عندي. اها لازم ناخذ اكل. Looks nourishing. اوكي. بي. اوكي اخذنا الاكل مع القطط. اتوقع لازم نذب اكل للقطة. Here you go. What's your face? Hello little kitty. انا احب البزازين بالحقيقة. مربي كومو بزازين من كنت صغير. عندنا هنا اخبار. اوكي. شنو بعد اكو؟ نا. حبشكلات نقدر نستكشفها. Can't believe it's all still here. اوه مكان لتحميض الصور. اكو هنا شيء. اوكي. Eliminate photo for هاي الانستركشنز التعليمات. لا تقول لي اني راح اقعد احمض الصور. I guess I forgot about this one. اوكي. عندنا منا اهلا بالحبيبة. اريد ابوس. اقدر العب وياها؟ لا. اكو شيء منا. اكو شيء هنا. مجرد انه جاك واز بارت اوف ذا سوليداريتي موفمنت. هي سبنت ا فيو مانث ان ان انترنمنت كامب بس ايفن ذات كودنت دامبن هيز سبيريت. بدك تحكي على جاك. اتوقع جاك هو رجلها او اخوها او ابوها سمثينج لايك ذات. بعدين نكتشف. اي يوست تو ثينك ايد نيفر فيت ان بس جاك. جاك. هي دينت مايند ماي ويردنس. Okay. He kept telling me I was special. Yeah, you are special. See? He's hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Come on, Jack. Where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. Okay. Control, investigate. Okay. هذا الكليب اللي لقيناه يا شباب. الآن خلي نطلع. Okay, I think that's it. الآن خلي نطلع. Jack's waiting downstairs. خلي نطلع ونروح نحكي ويا جاك العلم. ما أعرف جاك شنو يكون لها أبوها بس أبوها خلاص تقول داد. ليش دا تقول جاك؟ هذا تسيب. هذا تسيب وعدم انضباط. اوكي الان upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Okay. If it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. اوكي الان خلينا نتوجه الى جاك. نروح نحكي وياه. ناكو جاير. ننزل الطابق السفلي. اوكي. يعني بدايتها بعدها شوية باردة بس شوي شوي راح تصير أحداث. فانطوها صبر يا شباب. وينك جاك؟ جاك العلم صاحبنا الحبيب. Taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. اوكي وينك يا جاك الحبيب؟ اي شنو last goodbye. The last goodbye funeral. Funeral ما ادري لساني بالانجليزي صاير ما ادري شلون. Yeah. Who doesn't? اوكي whatever. خلينا نحاول ندخل هاي الغرفة. هذا مفتاح الفيونرال. حلو ندخل. Let's go. Jack's in the prep room. Okay. خلينا نشيك هذه الغرفة أول شيء. سلام عليكم. أكو أحد هنا؟
اوكي جاك هو متدين وكذا، هاي سوالف الكلاوات. اوكي مفتاح هذا البروب روم. اوكي كنا ورقة نقدر نقول ابي. اوكي هذا جاك، ما اعرف يعني هذا جاك شنو، شو كبير بالعمر، ما اقول هذا رجلها. ماكو هنا شي بعد؟ اوكي ماكو شي، يلا نطلع. اخذنا المفتاح، خلينا نتوجه الى اللانهائية وما بعدها. اوكي نحط المفتاح، جميل جدا. سلام عليكم، اين انت يا ابن ابي فلسعة؟ لقد تعبت وانا ابحث عنك يا ابن ابي حلسفيس. خلينا ننزل جوا ونشوف. الو حج جاك، معود جاك. شنو عملية هاي؟ صارت عمليات مكان ما جثث هاي. او ماي جاد، او ماي جاك، طلع جاك ميت. او ماي جاد، ام سوري بيب. شنو ايش قالت؟ جاك ام سوري بيبي. اوكي كومباين، لازم نسوي كومباين، فنسوي هيجي كومباين. اوكي حطيت ال اوكي لبس ال بايزي. Yes, I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. Yeah, poor bastard. There. الله يرحمك. I guess you're ready. لبست الرباط. Am I? الشهيد السعيد. قامت تبكي، قامت تبكي. يلا ما يخالف، هي هاي الحياة وهاي الدنيا، لا تنقهرين. Oh, can't you people read? The signs it's closed. Oh my god. What the fuck is happening? ايش ذا يصير؟ ايش ذا يصير؟ انا اخوك. صار الدنيا ظلمة. check upstairs يعني شوف ايش يصير لي فوق. اوكي لقد جئت. اوه هلاو هلاو، انا اخوك. هذا جني، هذا شنو يا معود؟ او الشباب حبيب القلب، هذا منو هذا؟ اوكي ايش ده يصير؟ الباب انسدت. اوكي وات ذا هيل. جني حبيبي لا تشاقي تشاقي زين. بزونه، تعي تعي جابي هنا. Okay. And then it happened, as it did so many times before. Allah, 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 Allah. My day couldn't get any worse. Oh my God! Did they say? Oh. Where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find it. Marianne.
Are you crying, my child? It's fine, Jack. Hi. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. لحظة يا شباب. انتقلت للعالم العالم ثاني. So much work, my dear. It's okay, Jack. I can't just. What? ليش لابس قناع؟ ليه؟ You are crying. What's wrong, dear? Why is it so cold in here? ده يدور على النوتبوك. دفتر مال المعلومات. لحظوا لحظوا بالعالم الحقيقي. يعني انتقلت وهي دا تتحرك بالعالم الحقيقي. حضنة الهواء بالحقيقة. اوكي. لعبة فكرتها غريبة. يعني اتوقع. اوكي طلع من الغرفة. راح ترجع للعالم الحقيقي. واو. Most people would give anything to have that opportunity to say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help a thousand souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. أبوها إيه هذا أبوها بس هي صيح له جاك ميانة زفرة. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. بيرة كأس من النبيذ الأحمر. I was the only one. شربي شربي يمش الصليب والمسيح وشربي. طفوا الكلاوات. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. من هذا؟ You don't know me, Marianne, but I know you. Look, if this is a joke, you need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. خشي بذا ويا بنية ميتة. يقول انت ما تعرفيني بس انا اعرفك. Find me there, please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Ooh. Hello?
ليقول لها انا اعرفش بس تبي تعرفيني، لازم تجيني حتى انا الوحيد اللي اقدر اساعدك، انا اعرف تاريخك وما ادري شنو. الضوء دا ينطفي ودا يصير ظلام، لازم تلحقيني قبل الظلام ينتشر بكل مكان ما ادري شنو. ده كلام كبير كبير قوي. اوكي هاي كانت كلها مقدمه. والله اللعبه حماس شباب، اللعبه حماس. انا هيك العاب اتحمس لها فد مره تكون هيك غموض ورعب وشيء رعب نفسي وكذا وظلام وهاي الفكره من تنتقل بين عالميا فكره مميزه. The medium. لاحظوا نصين، نص متدمر ونص طالع، انه يعني اكو عالمين، عالم اتوقع الارواح او كذا والعالم الحقيقي. اوكي هي عندها دراجة، خلينا نشوف. اتوقع راح تروح تتواصل ويا هذا الشخص اللي اتصل بيها اسمه جاك لو ابوها كان جاك، والله نسيت. And off I went on nothing but a hunch, a call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. I felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. اوكي اتوقع وصلت للمكان. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. اوكي يا شباب راح اتوقف عند هاي النقطه. اتمنى استمتعتوا بهذا المقطع. طبعا اذا شفت اكو دعم على اللعبه وعدد لايكات زين راح اكملها واسوي لها سلسله بالقناه. اوكي لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه ونشوفكم بالمقطع القادم.